بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله معز من أطاعه وولاه، ومذل من تكبر وتجبر وعصاه، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وتبع هداه وعنا معهم بفضلك ومنك إلى يوم القيامة. أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا يتجدد مع أنبياء الله ورسله، حيث أدبهم ربهم فأحسن تأديبهم، وكملهم ربهم خلقا وخلقا، وارتضاهم رسلا إلى عباده، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ومعنا هذه الليلة نبي كريم وعظيم ومجاهد كبير ومهاب وقوي في الحق، يصفه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لما عرج بي إلى السماء مررت مع جبريل بالسماء السادسة فطرقها جبريل، فقال: هذا النبي من؟ فقال جبريل: والنبي محمد. فقال: أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. يقول عليه الصلاة والسلام: فرأيت رجلا في السماء السادسة يرفع صوته إلى السماء، فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن يناجي بهذا الصوت الرفيع؟ قال: يناجي ربه. قال عليه الصلاة والسلام: أو يجرؤ؟ قال جبريل: عرف الله بأس موسى وشدته فعذره. أما خبر موسى وقومه من بني إسرائيل فكانت أمة مستضعفة في مصر، استضعفها الفراعنة والأقباط، حتى أنهم حازوهم في بلد ضيق يستحلون نساءهم، أي يستخدمونهن ويذبحون أبناءهم. فقال تعالى في حق فرعون الطاغية: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. أما استحياء النساء اتخذهن جواري وخادمات وقاصرات، أما ذبح المولود فقد كان له حدث في رواية هي الشهيرة لكنها الأقل سندا، وهو أن فرعون رأى رؤيا أن هلاك ملكه على مولود من بني إسرائيل، فقرروا ذبح مواليد بني إسرائيل. لكن الرواية الأصح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دخل يوما مصرا مع زوجته سارة، فآذاه ملك مصر آنذاك، فرعون آذى سارة، فلما خرج أبونا إبراهيم خلف دعوة وهو خارج من مصر: اللهم اجعل هلاك فرعون وقومه على يد ولد من نسلي، من نسلي. وموسى هو موسى ابن عمران ابن بجاد ابن انتفالي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. كان من شأن ذبح المواليد يا أخوان أن القابلات يمررن على بنات بني إسرائيل الحاملات فيجردن شهرا شهرا، فإذا جاء موعد مولودها جاء الجنود بالمناشير، إن كان المولود ذكرا قتلوه، وإن كان المولود أنثى تركوها. وهكذا شأن القابلات وشأن الجنود مع حاملات بني إسرائيل. فحملت أم موسى في اليوم الذي يذبح فيه بنو إسرائيل، وانظروا إلى: ولتصنع على عيني. يقول بعض العلم: إذا أراد الله لنبي أن ينشئه بدأ به من بطن أمه. أم موسى حامل، فمرت بها القابلات، ولكن الله جعلها تحمل حملا خفيفا. تمر القابلات الشهر الأول وهي حامل، حتى ما بقي على ولادته إلا شهر ويمر بها القابلات ولا يعرفن أنها حامل حملا خفيفا. ولدت أم موسى في العام الذي يذبح فيه بنو إسرائيل، ولكنهم لا يعرفون
ماذا فعلت أم موسى؟ خافت عليه، وضعته في تابوت، لأن بيتها فوق النيل، تضعه في تابوت ثم توثقه بحبل. إذا خافت من القابلات أو من الجنود أو من المفاجآت أو التفتيش، فإذا رجعوا أخرجته واستأنست به، فجلست على ذلك وقتا، كلما خافت من المباغتة والجنود أخفته تحت النيل وغلقته ثم أوثقته الحبل، وإذا ذهبوا أخذته، حتى جاء ذلك اليوم وبتقدير إلهي فنسيت أم موسى الحبل ومضى التابوت، مضى في البحر يا أخوان، تقدير الإلهي، مضى حتى اصطك ببوابة الطاغية فرعون، لم يذهب شمالا ولا يمينا، ولم يقده قائد يتنقل بين الرياح تارة والأمواج تارة، ولكن الله ساقه إلى قصر الطاغية فرعون. خرجت أم موسى تبحث عن ولدها، جن جنونها، قال تعالى واصفا ذلك: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني فارغا من كل هم إلا من ابنها، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هنا أوحى الله إليها، والوحي هنا لكما يقول بعضهم، يقول أنه وحي، معناها أن المرأة قد تكون نبية، فأم موسى يقول بعضهم أنها نبية لأن الله أوحى لها كابن حزم وغيره، لا، هذا وحي إرشاد، كما يوحي الله إلى النحل: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وصل التابوت يا أخوان إلى قصر الطاغية، تقدير إلهي، فلتصنع على عيني. جاءت الجواري فحملنا التابوت إلى سيدة القصر، إلى ملكة مصر آسية بنت مزاحم رحمها الله، كانت مبغضة لفرعون ولا تريد أن تتزوج منه لأنها امرأة صالحة، ولكن لشدة إعجابه بها خيرها بين أمرين: إما أن تعيش أمة في القصر ذليلة وأقتل أباك وأعمامك، أو تتزوجيني. فحفظت دماء أهلها فتزوجته على كره منها. أتوا بالتابوت إلى آسيا، ما يفتح إلا سيدة القصر، فلما فتحت التابوت فإذا المولود من بني إسرائيل، وحق عليه الذبح لأن القرار قرار نهائي في هلاك ملك، لا واسطة ولا شفاعة. هنا يا إخوان ألقى الله محبة موسى في قلب آسيا، قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني. يقول بعض أهل العلم بعد هذه الآية: ما أحد رأى موسى إلا أحبه، ألقى الله حبه في سيدة مصر هذه، فشغفها حبا، حبته حتى تبنته، والزبانية من فوقها: اقتلوه اقتلوه، حتى ضمته وذهبت به إلى فرعون، فتأتي عن يمين فرعون وتقول: قرة عين لي ولك لا تقتلوه، وتأتي عن شماله قرة، لأن إذا تنازل عن قرار أممي، هذا مولود من بني إسرائيل، هلاك ملكه على يديه، وما زالت به تأتيه عن يمينه وشماله: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، قرة عين لك، حتى خضع فرعون. يقول بعض العلم: لم تأتي نفحة الرحمة لفرعون إلا ذلك اليوم فقط، في اللحظة هذه، فقال لها: قرة عين لك وليس لي، فرماه عليها. قال ابن عباس: لو قال قرة عين لك ولي ربما لا يهلك، ولكنه قال: ليس قرة عين لي. أخذته، وكان التبني في عهدهم جائز، أخذته آسيا وتبنت هذا الصبي. الآن نعود إلى وعد الله لأمه الأصلية، أمه: إنا رادوه إليك. الآن فجعت الأم، كيف حقق الله وعده لها؟ وحرمنا عليه المراضع، تأتي المرضعات ولا يمص ثدي أحد منهن. يا أخوان، طفل جائع ظامئ، وهل يعرف الطفل الماء واللبن وغيره؟ سيشرب،
لكنه يأبى. الله تقدير تدبير. يأتون بالمراضع أخوان، مراضع القصر والبيوتات، استنفار ولا يمص ثدي أحد منهن. قالت أم موسى وفيها أمل، قالت لأخته لأخت موسى قصيه، يعني تتبعي أخبار أخيك. تقول أخت موسى فتتبعت أخباره يوما، تقول فبصرت به عن جنب. إيش معنى عن جنب؟ يعني كانت في جانب السوق، فإذا أخي موسى فوق أيدي الجنود والقابلات ينادون في الأسواق هل من مرضعة هنا وبأي ثمن، أين المرضعة؟ تقول فجئت كأنني من عرض الناس، فقلت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم؟ قال أنت قريبته؟ قالت لا، ولكني سمعت عطاء الملك فجئت الملك. فأخذوا إلى أم موسى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. وعد الله أخوان، مهما كانت المستحيلات، أعاد الله من قصر الطاغية حتى عاد إلى أمه ويظنونها المرضعة وهي أمه. إذا طلبت من ربك ما ظنه الناس مستحيلا فحدثهم عن الثقة بالله وحسن الظن بربك مهما كانت مطالبك. فلما جاء موسى وإذا به يمص ثدي أمه، لقم ثدي أمه على أنها مرضعة، فتباشرت آسية وعلمت أن هناك مرضعة رضي موسى أن يرضع منها. يقول ما هو إلا قليل، فإذا موكب سيدة مصر بالأطعمة والأشربة واللباس تكبه في بيت أم موسى، وتجري لها أموال فرعون، يجري أموالا ليرضع ليكون له عدوا وحزنا. مهما كان الطغاة في أشد مكرهم والله خير الماكرين. استخف قومه لكنه لم يستخف بالله عز وجل، فجلس يرعاه ليكون لهم عدوا وحزنا. قالت آسية لأم فرعون لأم موسى ارضعيه عندي في القصر، قالت لا، ارضعه عندي في بيتي، فإذا شبع أرسلته لك. وما زالت أم موسى في هذه الحولين، وهو زمن الرضاعة، في أهنأ عيش وأغدق مال يجرى لها من كل شيء، حتى بلغ موسى الفطام. خلاص، إذا بلغ الفطام ومشى ليس للمرضع حق له، بل يعود إلى أمه المتبنة وهي آسية. علمت آسية أن هذا آخر يوم من يعني فطام موسى، وأنه سيستقر عندها في القصر هذا الصبي. ماذا فعلت أم موسى سيدة مصر؟ يقول إنها صعدت على أعلى مكان في القصر فنادت، ألا على كل أميرة وكل جارية أن تجهز هدية لموسى. استنفر القصر استقبال حافل، لما؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. استقبلوا موسى عليه الصلاة والسلام استقبال حافل، فلما جاء موسى الفطيم يمشي أخذته وذهبت به إلى فرعون، يضعه على قدميه على فخذيه ويقبله ويلاعبه ليكون له عدوا وحزنا. قيل في بعض الروايات بس تبين أنها ضعيفة كلها، أن موسى مس لحية فرعون حتى آذاه فقال اقتلوه، فقالت لا يعقل صبي، قال قدموا تمرا وجمرا، فإن أخذ الجمر فكل هذه أحاديث ضعيفة. واللتغة التي في موسى ليست بسبب الجمر، إنما هي طبيعية. يقول بعضها العلم إذا تحدث حديث العوام بانت لتغته، وإذا نطق بشرع الله انطلق فصيحا بينا عليه الصلاة والسلام. نشأة موسى في هذا القصر، يعتبر ابن سيدة مصر الأولى آسيا بنت مزاحم ابنة ملك، بدأ ينشأ 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 حتى بلغ فوق العشرين مع قوة. يقول صلى الله عليه وسلم أعطي موسى قوة 10 من الرجال، لو استمع 10 من الرجال
كفتهم قوة موسى لوحده. يقال أن بني إسرائيل في عهد موسى في مصر بدأ يعني يعتز أمرهم قليلا، لأن عندهم فاحد في القصر في موسى عليه الصلاة والسلام، حتى جاء ذلك اليوم الذي خرج فيه موسى من مصر. قال تعالى: ودخل المدينة اللي هو موسى لما شب وأصبح عظيما، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. شو معنى حين غفلة؟ يقول أهل العلم يعني الأسواق راكدة، مثلا نقول مثلا محلات مغلقة، المارة قليلون، يعني على حين غفلة من أهلها. فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من أبناء عمومة موسى من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي من الأقباط. فكأن القبطي تغلب على الإسرائيلي هذا، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني قال يا ابن عم أو هكذا. قال تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. الوكز في لغة العرب الدفع، يعني موسى لم يقصد القتل عمدا، لكن لقوة موسى وهوان القبطي دفعت موسى كانت القاضية. لأن موسى ماذا قال؟ قال: إنه من عمل الشيطان. وكزه فقضى عليه. أصبحت الأسواق تتحدث: قبطي قتل، لكن لا يدرون من القاتل، لأن ابن عمه لن يخبر عنه. فجلسوا يبحثون عن القاتل ما وجدوه، حتى جاء يوما آخر فإذا هذا اليهودي الذي بالأمس يقاتل قبطيا آخر، وجاء موسى فاستصرخ موسى مرة أخرى. هنا موسى ترك القبطي واتجه إلى ابن عمه يوبخه: إنك لغوي مبين، إنك لغوي مبين. فظن ابن عمه أنه سيقتله، فقال: أتقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فعرف القبطي أن القاتل موسى، فنادوا فرعون والشرط أن القاتل موسى، أجمعوا أمرهم على قتله. قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. يأتمرون، اجتمع أمرهم، لم يختلف على قتلك أحد. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يقول بعض العلم: الذي جاء وعمل صالحا وحمى عباد الله الصالحين وبذل معروفا، هل نعرفه؟ رجل. إذن يا عبد الله، إذا عملت شيئا لا يهم أن يعرفك الناس، إذا عرفك الله يكفي. أنت تفعل طاعة كن كالرجل هذا، تبذل معروفا كن رجل، تبذل طاعة تتصدق في السر كن كالرجل، لا يهم أن يعرفك أحد. وجاء رجل لكن يعلمه الله عز وجل، فخرج منها خائفا يترقب. يا أخوان، إذا اجتمع الخوف والترقب هذا أشد القلق. قد يخرج الإنسان خائف لكنه يحتاط قبل الخوف بيومين، لكن يترقب أشد، لأنه لا يدري من أين يأتيه الموت أو القبض عليه، خائف ويترقب في أشد القلق. قال ابن عباس: خرج موسى بلا زاد ولا طعام ولا سلاح ولا متاع، هكذا خرج، حتى أنه ضل الطريق، يريد مدين لكن ضل الطريق. لكن لما قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، لما التجأ أنزل الله له ملكا يدله حتى أوصله إلى مدين. ربي في كل أحوالك، ربي ضال ربي اهدني، فقير ربي ارزقني، مهموم ربي اجلب عني هذا الهم، ربي ليت تصحب معك، ربي ربي في كل أحوالك، ربي معي. فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير، وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى بربك هاديا ونصيرا. هنا وصل موسى إلى مدين، ونأخذ إن شاء الله خبره وخبر الفتاتين وخبر رجل مدين ورجوعه إلى مصر في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله